ماذا عن منهاج القاصدين ومختصره جزاكم الله خيرا؟ منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي، نعم، وقد صنفه من أجل أن يغني عن إحياء علوم الدين، لأن ابن الجوزي انتقد كتاب إحياء علوم الدين فصنف هذا الكتاب ليعوض عنه. طيب. اختصره ابن قدامة المقدسي في كتابه المختصر، نعم، تقريبا له، ومن أجل إفادة الناس بفائدته وحاصله بدون تطويل. طيب. فلا بأس به في الجملة، كتاب طيب لا بأس به في الجملة، لا في الأصل ولا في المختصر. نعم. إنما القصد إغناء الناس عن الإحياء، هذا قصد الإمام ابن الجوزي، الله المستعان، كما ذكر في مقدمته. الله المستعان.